سلالة أوميكرون ستؤثر على مسار جائحة كورونا، هذا ما أعلنته منظمة الصحة العالمية التي أكدت أن احتمال زيادة انتشار المتحور على المستوى العالمي مرتفع جدا. المنظمة رجحت إصابة المطعمين باللقاحات ولكن بنسب محدودة، ودعت 194 دولة إلى الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية لمواجهة خطر الوباء. المنظمة قالت أن البيانات الأولية تؤشر عدم وجود أعراض للسلالة الجديدة تختلف عن الأخريات، مضيفة أنها تعمل على فهم الأثر المحتمل للمتحور على الإجراءات الوقائية ضد الوباء بما فيها اللقاحات المعتمدة. رئيسة الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا أنجليك كويتزي عالجت نحو 30 مصابا بالمتحور الجديد، وقالت لوكالة فرانس بريس أنها لاحظت أعراضا خفيفة لدى المرضى حتى الذين لم يتم تطعيمهم باللقاح. ونقلت عن كويتزي قولها أنه لا يعرف حتى اللحظة سوى النزر اليسير عن خطورة هذه السلالة. وزير صحة جنوب أفريقيا جو فالا أبدى غضبه من إجراءات بعض الدول الاحترازية قائلا: لا داعي للهلع بشأن أوميكرون، ولا يوجد ما يدفع لحظر الرحلات من بلادنا، فالعلماء يجرون الأبحاث لمعرفة قدرة اللقاحات على الحماية من المرض الشديد. العراق بدوره تعهد عبر وزارة الصحة بفرض قيود على السفر وقطاعات أخرى في البلاد في حال ظهور أي إصابات بالمتحور أوميكرون. في سياق ذلك أكد مسؤول القطاع الصحي أن انخفاض تسجيل الإصابات وتراجع أعداد الوفيات في مدن البلاد جاء نتيجة لزيادة أعداد الملقحين بين المواطنين.